نزلنا مستمرين في عرض سلسلة محاضرات كورس بتروليوم ريزرفار ايفالويشن كلية تقنيات الهندسة النفطية انستراكتور مستر مستر عيسى سينيور جوفيزيست. المحاضرة الثانية بعنوان ليتولوجي ديتيرمينيشن ميثود باستعمال الليتولوجي لوكس اللي هن القمري والاس بي لوكس. طبعا احنا خذينا قلنا اللوكس او الروكس بتاعتي هيكون يا اما بيكون ريزرفار او نان ريزرفار روك. واذا كان ريزرفار عرفنا كيف نديرو ديستنكشنز ميز بيناتهم باستعمال الريزستيفتي لوج اللي هنا ديتكت الهيدروكربون. بعدها حنجو نعرفوا كيف ميز ما بين الغاز والاويل باستعمال الدنسيتي لوج. احنا محاضرتنا اليوم حتكون على هذا الجزء اللي هو شنو كيف نقدر نميز ما بين الريزرفار والنان ريزرفار روك. لكن قبل ما نعرف كيف نقدر نميز ما بين الريزرفار من النان ريزرفار روك خلينا نشوف شنو هو الريزرفار روك. طبعا what can they be reservoir rocks؟ إن طبعا اما reservoir rocks اما بيكون كلاستيك او بيكون شنو كربونيت. هذين النوعين من هذين ما فيش الا هالنوعين يا اما كلاستيك روك يا اما كربونيت ريزرفار روك. فاذا كان سواء كان كلاستيك او كربونيت بيجن عندي ثلاث حالات، يا اما بيكون سمبل يبقى يا اما بنلقى كلير ساندستون كلاستيك او كلير كربونيت روكس، او ممكن يكون سمفو ديرتي والديرتي هذا عنده يا اما نلقى ساند نلقى فيه شيء او ليمستون نلقى فيه شيء او دولومايت نلقى فيه شيء، او ممكن نلقى ساندستون فيه شيء في ليمستون اخرى، او ممكن يكون كربونيت فيه عباره عن دولومايت وفي حتى ممكن نلقى فيه شنو شيء. فهذا يسموه فيه ديرتي ريزرفار، هو ممكن يكون كلاسيك وممكن يكون شنو كربونيت. والنوع الثالث اللي هو شنو بيكون كومبلكس اللي هو النوع الثالث اللي هو يمتاز بوجود شنو معادن مينرالز كيف مثلا المايك على سبيل المثال. فنحن نستعملوا بشان نقدر نميز الريزرفار من النان ريزرفار روك ابغى نستعملوا حاجه يسموها الليتولوجي لوكس. الليتولوجي لوكس اللي هن الاس بي والجاما راي. هنبدأ بالجاما راي. الجاما راي هي عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن فكرة عمل الجهاز هذا، هو يقيس العناصر المشعة داخل الفورميشن. هنا العناصر المشعة يا اما بوتاسيوم يورانيوم و او الثوريوم. ووحدة القياس بتاعها اللي هو الـ ABI. خلينا نشوف شنو هي وحدة القياس بتاعها. هذا هو الجاما راي، وحدة القياس بتاع الـ ABI. هذا عندي اللون الأخضر هو يمثل لي الجاما راي لوكس. يبقى شنو هو الجاما راي لوج؟ الجاما راي لوج يجولي يستعمل في as a datum او reference للوجز داتا بتاعي. نقدر نحسب هذه الاستعمالات، نقدر نفصل ونميز بيه ما بين بيرمال والنان بيرمال لاير، او بمعنى اخر نقدر نعرف من الريزرفوار من نان الريزرفوار لايرز. يستعمل في الكورليشن، يستعمل في حساب الفوليوم بتاع الشيء بتاعنا. حاجة واحدة بس ممكن لاحظة ان قراءة الجاما راي في العادة تكون مرتفعة قدام الشيء وتكون منخفضة قدام السان، ومرات حتى راو الكول هو طبقة الفحم حتى ينقاها تمتاز بطبقة شنو مرتفعة. خلينا نشوف كيف نقدر ندير كواليتاتيف او تفسير وصفي للجاما راي لوج او المجس العناصر المشعة. عبارة انا اعطيتك انا مثال، عبارة عندي هذا هو عبارة تسجيل الجاما راي لوج. عندي ضروري اول حاجة نعرف وين القراءة الهاي وين القراءة اللو. في العادة تكون القراءة الهاي دائما ناحية اليمين والقراءة المنخفضة دائما ناحية اليسار. يقول اول حاجة اول خطوة انا نديرها انا عادي نطلع وين الشيل لاين وين الساند لاين اللي هو هنا عندي هذا الشيل لاين هو هذا الساند لاين. يبقى انا القراءة هذه قراءة منخفضة اللي هي حتكون قراءة الساند لان اللوج بتاعي مشى ناحية اللو ناحية الزيرو. وعندي كذلك هنا بينما هنا وهنا يقرا لي شنو هاي. يبقى انا عندي هنا شيء وهنا عندي شنو سان. وهنا درنا نحن حاجة صنف فيها الكات اوف اللي هي ان في نسبة من الشيء داخل الفورميشن انا لغيتها. هذه يسموا فيها شنو الكات اوف، معناها الريزرفوار بتاعي هنا كلين ريزرفوار. خلينا ناخذ كيف نقدر نديروا عملية كوانتيتيف
للليتولوجي لوجز او طريقه وصفي للليتولوجي لوجز. طبعا نحسب الحجم بتاع الشيل باستعمال المعادله التاليه اللي هي جاما ري لوج، ان جاما ري اندكس شنو حتساوي؟ جاما ري لوج ناقص جاما ري مينيمم على جاما ري ماكسيمم ناقص جاما ري مينيمم. خلينا نشوف ناخذ مثال حي الموجود عندنا كيف تترمن فوليوم اوف شيل فروم جاما ري لوج. فرقم واحد ضروري نحدد الشيل لاين والساند لاين هنا هذينا. كيف ما نجي نشوف انا هنا، هنا عندي يقرا هاي وهنا لو، يبقى هذا اللاين بتاع الشيل وهذا اللاين بتاع الساند. يبقى انا عندي هنا طبقة ساند وعندي هنا طبقة ساند وعندي هنا طبقة ساند وهذه 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 طبقة ساند. يبقى انا عندي كم ريزرفوار؟ عندي 1 2 3 4 5 6 ريزرفوارز. بس نحن خذيت لكم انا بس هذه اللي هي الريزرفوار زون بتاعنا هذه كمثال فقط. يبقى انا كيف ما قلت هو هذا الشيل لاين وهذا هو عندي الساند لاين. طيب الحاجة الخطوة الثانية نبي شنو؟ نبي ضروري نعرف وين أقل وين الجاماري ماكسيمم وين الجاماري من أكثر قراءة للجاماري وين وأقل قراءة وين. هنجينا نجي نشوفها كيف نحددها الجاماري ماكسيمم الجاماري مينيمم، نحددها بعد نجي للوج بتاعي. فعندي هذه القراءة هي الجاماري مينيمم أقل قراءة للوج قراها وأقصى قراءة للوج قراها هي موجودة عندي هنا. الخطوة الثالثة اللي هي هنعدي نبدا في الزون ريزرفوار اللي انا حسبتها وين المنطقه اللي انت تبي تشتغل عليها. هذه المنطقه اللي انا بنشتغل عليها. يبقى انا هنعدي تو نحسب حجم الفوليوم بتاع الشيء. هناخذ قراءات للوج بتاعي هنا مجموعه من القراءات، وعندي جاماري مينيمم وعندي جاماري ماكسيمم وعندي قراءه اللوج بتاعي. يبقى انا اقدر نحسب الجاماري اندكس خلاص، او ممكن نحسبوها باستعمال التشارت هذا الشكل هذا. هنتعودوا عليه دائما الشكل اللي موجود عندي بالشكل هذا يسموه فيه التشارت. فالتشارت هذا شنو عندي فيه؟ خلينا نشوفوه مع بعضنا. عباره عن عندي فيه التالي، عندي فيه راديو اكتيف اندكس اللي انا نحسبها من المعادله السابقه، وعندي فيه هنا شنو الحجم بتاع الشيء. بس هنا عندي مجموعه من الخطوط اللي هن يمثل طريقه كل عالم اللي هو شنو الطريقة اللي انت تبي تستعملها. مثلا بتستعمل مثلا لو فرضنا مثلا انا حسبت الراديو اكتيف او الجاماري اندكس بتاعي لو كان مثلا نفرضه مثلا طلع مثلا طلع 20 مثلا نقول طلع 40%، هنمشي بالشكل هذا 40% فوق. هنشوف وين نوقف انا، عندك خط 2 3 4 5 كل خط هذا يمثل طريقه بتاع مثلا اذا كان انا جيت لك عدي استعمل لي لرينوف بتاع اولدر روك لانه ايوه خطط هتبقى تاخذ ال 40 هنوقف هن هنجيب بالشكل هذا وهكذا. هنتعلموها هناخذ كيف هناخذ المثال وهناخذه كيف نقدر نستعمل. فعلى سبيل المثال تو حنبدا حناخذ كيف نقدر ندير عمليه وصف لل كوانتيتيف. عباره عن عندي حددنا الساند شيل لاين، حددنا الشيل لاين، حددنا الساند لاين، طلعنا ان هذه الطبقه اللي بنشتغل عليها. يبقى انا هذا الشيل لاين وهذا الساند لاين، قلنا هذه الجاماري مينيمم وهنا حتكون عندي الجاما ري ماكسيمم. يبقى هذا القانون اللي نحسب به الجاما ري اندكس ان الجاما ري لوج ناقص الجاما ري مينيمم، وهذا الجاما ري ماكسيمم الجاما ري مينيمم. كم قيمه هذه من لوج انا عشان حسبت؟ حسبت الجاما ري مينيمم اللي هي 12 والجاما ري ماكسيمم جيت انا حسبتها 135. كيف جات؟ نجينا نبحث المربعات بتاعتي هذينا كم عندي؟ تقريبا عندي 10 مربعات. يبقى كل مربع يمثل كل مربع هنا هذين عند من زيرو عند 150، يبقى هذا كل مربع يمثل 15. يعني هنا تقريبا صفر هنا 15، يعني هنا تقريبا نتكلم هنا عليه 12 هذه القمري مينيمم، والقمري ماكسيمم تقريبا 135. يبقى هنا 150 هنا 135. خلاص نجينا هنا ناخذ قراءة اللوج بتاعي هي تقريبا هنا كم طلعناها؟ تقريبا طلعناها 12. يبقى نجي حنعوض في المعادلة اللي فوق حتكون 15 هي قمري لوج ناقص 12 جاماري مينيمم على 135 ناقص 12. نقوم بعملية الطرح المقام، بعدين نقوم بعملية طرح البسط، نقسم المقام على البسط هتطلع عندي 2
0.4%. أو هناخد مثال ثاني اللي هو كيف نقدر أنا نستعمل الشارت بتاع حساب الفوليوم بتاع الشيء. يقول عندي طريقتين بحساب الفوليوم، يا اما نستعمل المعادله او نستعمل شنو الشارت، بس باستعمال الشارت هي حتكون شنو ادق. فانا اعطيتك هنا لوج، واعطيتك الدبت اللي انت تستعمله، واعطيت او هنا عندنا القمري لوج، وعندنا هنا القمري اندكس، هنا اوريدي هنا شنو حسبت. بس بنفس الكيفيه هنجي نطلع الشيء لاين، هنطلع الساند لاين، هنطلع القمري مينيمم كم، وهنطلع القمري ماكسيمم كم. وبعدين هنجي هنعوض عليه في المعادله اللي هي قمري لوج ناقص القمري مينيمم، القمري ماكسيمم ناقص القمري مينيمم. يبقى هذه طريقه اللوج بتاعي اللي انا حسبتها هنا 32 28 وال 55. هنا طلعت القمري اندكس بتاعي بعد ما كانت القمري لوج 32 طلعت 0.16%، وهنا 12%، وهنا 35%. انا لو كان ما اعطيتك قلت لكش احسب لي باستعمال الشارت، يبقى هيك بالنسبه لي انا هيك كافي. لو كنت انا نبي نستعمل الشارت فحنجي كم، أو اول حاجه حنجي عند العمق اللي هو 13534، عندي قام قيمه القمري اندكس كم هنا 16%، حنجي هنا نفس الكيفيه هنا 16% 0.16 تقريبا هنا جي، وحنعدي هنا بالنسبة هنا بالنسبة شنو اللي قلت لك استعمل هنا 0.30 0.3 هنا 0.4. احنا هنا تقريبا نتكلموا على هنا بستعمل شنو ليني، هنا بستعمل لينيا هنا 35، اذا هنا بستعمل باستعمال اللينير هنستعمله كيف نحسبه بالرينوف وكيف نحسبه بالاستيبا. يبقى انا عندي هنا هنمشي هنا هنوقف عند الرينوف، هتكون القراءة بتاعها تقريبا 0. نحن نتكلم هنا يعني تقريبا 0.30، هنا لو كان لينير حيكون نفسها 0.35 نفس، لان لينا حيعطيني نفس القراءه. لو كان انا بنعدي ما زلت بنعدي باللون الاخضر اللي هو هذه اللينيا، لو كان بنعدي لرينوف يبقى هنا لرينوف هذا لرينوف يعني تقريبا 0.20، يعني هنا 0.30، يعني تقريبا 0.24 لرينوف، هاي تقريبا 0.23. ونعدي للاخر اللي هو حيتقاطع مع ستيبر، وين خط بتاع ستيبر، هذا خط بتاع ستيبر. يبقى كم القيمة بتاعها تقريبا 0.16 او 0.17 او 17%، وهكذا بالنسبة لباقي الارقام. حتى هو بالنسبة هنا للون الازرق هنجي هنا القمر اندكس كم عندي 0.12، هنا 10، هذا حنبدا بالاحمر مثلا 0.16، هنا اللينيا عندي بعد الرينوف، وبعدين عندي للستيبر، بعدين الازرق 0.12 هنعدي لللينيا للرينوف والستيبر. يبقى بالنسبة للقمري عندي طريقتين انا نقدر نحسب بهن الفوليوم بتاع الشيء، يا اما بالمعادلة او بالسمان للشارت. نجي تاني نوع من انواع الليتولوجي لوج اللي هو السبي لوج. طبعا السبي لوج هو اختصار للمجس الجهد الذاتي او سوتينيوس بوتنشال لوج. طبعا فيش يستعمل او يستعمل في او وحده القياس بتاع اللي هي الملي فولت. يقدر يميزني ما بين بيرمال والنان بيرمال لايرز، يبقى نقدر نعرف منه وين ريزرفوار من نان ريزرفوار روك. ديفاين للي البيت باوندري، و يعطيني انديكيشن وين الشيل لاينس اللي هو الماكسيمم ديفلكشن، عاده بيكون كلين، والمينيمم ديفلكشن بيكون شنو الشيء. فبس حاجه اخرى بس نضيفها بالنسبه للليتولوجي لوج سواء كان من الاس بي او من الجاما راي، اني انا بعد اني بنحدد ديفاين للبيت باوندري بتاعي وين التوب والبوتم بتاع الريزرفوار بتاعي، عاده ناخذهم وين عند الماكسيمم ديفلكشن بتاعي اللي هو الانحناء
بتاع الطبقة بتاع الرموسية في التغير المفاجئ للتوقيف. ما هنا نشوف مثلا القراءة، وهنا بعدين صار شنو كان يقرأ مثلا لو، وفجأة قراري مثلا شنو أعطاني مثلا هاي. يبقى أنا بالباوندري هذه طبقة وهذه طبقة، يبقى هنا حتكون هذه طبقة وهذه هنا التغير المفاجئ في قراءة اللوجو بتاعي. هذا كيف نقدر نحدد البيت باوندري بتاعي. يبقى أنا نقدر نحدد، يبقى هذا عبارة حيكون عندي هنا الشيل بيز لاين، وهذا حيكون انا عندي هذا الساند بيز لاين. الشيل بيز لاين ضروري يكون يساوي زيرو، واذا كان ما جاش عندي زيرو يبقى نحن مضطرين ان احنا نديروا عمليه شنو تصحيح او كوركشن. لكن اهم استعمال من استعمالات الاس بي لوج اللي هو في يستعمل في حساب الار دبليو، او هي اللي هي الووتر ريزستيفيتي او مقاومه المياه، لان هذه مهمه جدا حنستعملوها بعدين في المحاضرات اللي قدام باش نقدر نحسب من الووتر ساتوريشن بدلاله ان ترمز اوف البوروسيتي والار تي اللي هي ترو ريزستيفيتي. يبقى شنو هو الريزرفوار؟ يبقى انا عشان عندي بالنسبه للاس بي، يبقى بالنسبه للريزرفوار ار ديفليكشن فروم ذا شيل بيز لاين، هذا هو الريزرفوار بتاعي يبقى ديفليكشن. يا اما يكون ديفليكشن بتاعي هذا او الانحناء بتاعي هذا، يا اما بيكون بوزيتيف او بيكون شنو نيجاتيف. فهو على حسب قيمه الار ام اف والار دبليو. الار ام اف هي الريزستيفيتي بتاع المد فلتريشن، الريزستيفيتي بتاع الدرينج فلويدز بتاعتي، ولا الريزستيفيتي بتاع الميه. فانا بيكون عندي بوزيتيف امتى؟ بيكون عندي بوزيتيف اذا كانت الار ام اف اقل من الار دبليو. في الحاله هذه بيكون عندي شنو بوزيتيف. بيكون عندي نيجاتيف نيجاتيف او ريفرس بعد ما يكون عندي الار ام اف اكبر من قيمه الار دبليو اللي هي الريزستيفيتي بتاع الميه، هتكون اقل من الريزستيفيتي بتاع المضاد بتاعي، وما يعطينيش قراءه نهائي اذا كان انا عندي شنو ستريت لاين. يبقى هنا نو اس بي، يعني انا ممكن اجيب لك حاجه كيف هذه يقول لك اعطيني يور انتربريتيشن لها. يبقى هنا بالنسبه لشنو للديفلكشن بتاع الاس بي، يبقى انا هذا عباره عن شنو عندي؟ هذا عندي عباره عن ريفرس للاس بي. شو معناها ريفرس؟ معناها الار ام اف اقل من الار دبليو. هنا عندي نو اس بي وهنا عندي نورمال اس بي، معناها الار ام اف اكبر من الار دبليو. يبقى الار ام اف شنو هي؟ الار ام اف هي المد ريزستيفيتي بتاع المد فلتريشن، والار دبليو هو الريزستيفيتي بتاع الميه. فانا عندي بس انا بس نوريك ان كيف انا نقرا الاس بي لوج اللي هو انا يا اما هنا بيكون بوزيتيف او بيكون نيجاتيف الاس بي. فالاس طبعا يعتمد امتى بيكون بوزيتيف امتى بيكون نيجاتيف، يعتمد على الار ام اف والار دبليو كيف ما ذكرنا. فانا عندي هنا يبقى هذا الديفليكشن صار عندي، يبقى انا هذا عندي المكمن بتاع الريزرفوار بتاعي. يبقى انا الريزرفوار بتاعي الديفليكشن بتاع الاس بي يا اما بيكون بوزيتيف يا اما بيكون شنو نيجاتيف. فهو يعتمد على شنو؟ يعتمد على ان هل الار الار ام اف والار دبليو. كذلك نقدر نحسب حجم الشيل باستعمال الاس بي لوج. طبعا هذا هو الاس بي لوج. طبعا عندنا هذا عاده يكون الاس بي والجاما ري محطوطات في التراك الاول، كما قلنا يسجل دائما في التراك الاول. عاده ما نلجا الى انا عاده ومن النادر اننا نلجا الى استعمال حجم الشيء باستعمال الاس بي لوج. طبعا في العاده ان حجم الشيء ينحسب من الجاما ري، لكن في عندي حاجه لو كان وجدت هذا الشيء فالشيء ما نقدر شنو نحسبه من الجاما ري، اللي هي شنو هذا الشيء؟ اللي هو لو كان انا عندي الريزرفوار بتاعي، فمع الريزرفوار بتاعي لو كان عباره عن الريزرفوار بتاعي عباره عن في راديو اكتيف مينرالز، في الحاله هذه هو ساند ولكن وجود شنو راديو اكتيف مينرالز حيقرا حتى هو قراءه هاي. يبقى الجاما ري في هذه الحاله ما يقدرش يميز ما بين طبقه الساند عن طبقه الشيل، فهو يحك فيها هي طبقة ساند بس هو يحك فيها كأنها طبقة شيل، فيعطيها لي كأنها شنو شيل. في هذه الحالة أنا نضطر إننا نعدي نحسب حجم الشيل باستعمال الـ SP log، ولهذا أنا الكلام اللي ذكرته لك هنا.
كذلك الاس بي لوج اللي هو المجس الجهد الذاتي نقدر نستخدمه. مش انا نشوف هل انا عندي هيدروكربون او لا. طبعا امتى نقدر نستعمله؟ لو كان انا عندي شنو ريزستيفتي لوج. فانا انا عندي ريزستيفتي لوج. طبعا احنا ريزستيفتي لوج عارفين ان الريزستيفتي لوج بتاع الميه هتكون منخفضه والريزستيفتي بتاع الاويل او مقاومه الاويل تكون شنو هاي. يبقى انا هنا عندي اويل، هنا عندي ميه، وهنا عندي اويل. يبقى هذا هو الووتر اويل كونتاكت بتاعي. شو نلاحظ؟ انا نلاحظ تو هنا يسموا فيها كيف الاشتباه ان هنا وجود من الاس بي. لاحظوا في وجود الاويل شو اعطاني الاس بي، يعني هو كان مفروض انه يمشي بهذا الشكل فاعطاني شنو قراءه مختلفه. هذا نتيجة الوجود شنو الاويل. بس انا ما نقدرش نستعملها كدليل على وجود الهيدرو كربون الا في حالة وجود انا عندي مع شنو الريزستيفتي لوج بتاعي. وبالنسبة للحجم بتاع الشيء كيف نقدر نعوضه عليه ونحسبه؟ عبارة عن الحجم بتاع الشيء اللي هو عبارة عن شنو حيساوي؟ يساوي الاس بي كلين. شنو هي معناها اس بي كلين؟ معناها الاس بي عند قراءة عند الاس بي عند طبقة الساندستون ناقص الاس بي لوج اللي هنا نحسب فيه على الاس بي كلين عند طبقة الساندستون ناقص الاس بي عند طبقة شنو الشيء. طبعا هو هذا البرسنتج بعدين النتج اللي بيطلع لي حنضربه شنو في 100. او ممكن نستعمله القانون التالي اللي هو عباره عن شنو حيساوي 1 ناقص البي اس بي على الاس اس بي مضروبه في 100. شنو هي البي اس بي؟ اللي هي يسموا فيها بزودو ستاتيك بوتنشال، والاس اس بي اللي هو يسموا فيها ستاتيك سبوتونيوس. يعني هذه معناها اللي هي دليلها نحن كوركشن قراءه الاس بي اللي نحن دليلها كوركشن، بحيث انها كان الاس بي بتاعي قراءه الشيل بيز لاين بتاعي قاعده عند الصفر، وهذه قراءه الشيل لاين اللي هو عند الزون بتاع الشيل. هذين نقسمهم على بعضهم ونقصها من 1 ونضرب في 100 يطلع عندي حجم بتاع الشيل. طبعا هلا خلينا نشوفه عندي هذا الريكورد بتاع التراك بتاعي. التراك بتاعي شنو فيها؟ فيها الليتولوجي لوجز اللي هن الاس بي والجاما راي. نلاحظ ان راو الجاما راي من 0 عند ال 150 والاس بي من الزيرو عند ال 200 ملي فولت. خلينا نشوفه ونقارنه مع بعضنا. هذه قراءة بتاعي. يبقى هكينا هكي عندي الشيل، هكينا عندي شنو الساند. لاحظ ان وجود شنو الى حد ما توافق ما بين قراءة الاس بي مع قراءة شنو الجاما راي. طبعا الجاما راي قلنا هو عبارة عن الخط مستقيم هذا والاس بي اللي هو الداشت لاين هذا. فهذينا لاحظ ان في الى حد ما توافق ما بين قراءة الاس بي والجاماري. طبعا في شوية اختلاف، الاختلاف هذا يعتمد على ريزوليوشن، دقة ريزوليوشن او دقة بتاع التول. عادة بيكون الجاما راي أدق في تحديد التوب والبوتوم بتاع الباوندري من الاس بي، لأن الاس بي كيف ما قلنا هو افكت أو يتأثر بوجود موجود الار ام اف والار اللي هو الريستيفتي بتاع المد انفيجن اللي صار نتيجة عملية شنو الحفر. حاجة بس أخرى نحب إننا نذكرها عبارة عن إن الليتولوجي لوجز هذينا اللي هن نستعملهن أنا في تحديد المكمن بتاعي، ومجرد إننا خلاص عرفت المنطقة هذه في عملية وصف حددت المكمن بتاعي، بعدين عرفنا هل هو فيه هيدروكربون أو لا، وميزنا إذا كان فيه هيدروكربون شنو النوع. في المرحلة الأخرى هي مرحلة الكوانتيتيف. شنو هي من الليتولوجي لوج؟ شنو هي مرحلة الكوانتيتيف بتاعها؟ هي عبارة عن إننا نحسب الحجم الشيء داخل المكمن أو داخل الانترفال أو الزون اللي هي انترستد زون بتاعي. وبعد ما نطلع نسبة حجم الشيء في هذه المرحلة حنجي نطبق حاجة يسموا فيها الكات اوف. الكات اوف هي نحن هنا خذيناها هنا مثلا على سبيل المثال موجود هنا عندي هنا الكات اوف.
هذه هي الكات اوف. شنو هي الكات اوف؟ بعد ما جيت انا حسبت الحجم الشيء باستعمال الجاما ري لوج، طلع مثلا عندي حجم الشيء انا بتاعي 50%. فانا حنجي على اللوج بتاعي بالشكل هذا، حنجي نقول هنا 0% شيء، هنا معناها 100% شيء، يصبح انا وين ال 50 يبقى انا حنجي نطلع توا ال 50، حنجي نقسم المسافه هذه بحيث اننا نطلع نشوف ال 50 متى ال 50%. حنجي حنوصل خط هيقسم لي سكيل بتاعي، هذا هو حيكون الكات اوف. شو معناه؟ هو نحن هذا كله طبقه ساند وهذه كلها طبقه ساند، بس الساند اللي قاعد هنا في نسبه من الشيء اللي هي كم؟ نسبتها 50%، والساند اللي هنا حتى هي فيها نسبه من الشيء اللي هي قيمتها كم؟ 50%. فانا معناها انا عندي المكمن بتاعي هنا هو ماهوش نقي 100%، ماهوش سمبل، يبقى هو الديرتي، يبقى عباره عندنا ساندي شيء، ساندي شيء. فانا باش نتخلص من المشكله بتاع الشيء حنديروا حاجه يسموا فيها الكات اوف، وحنشتغل على الزون اللي هي نقيه 100% بوجود شنو؟ الساند. هذا هو الكات اوف. الكات اوف شنو الوظيفه بتاع اننا نتخلص من نسبه الشيء اللي موجوده عندي وين؟ داخل المكمن او داخل الريزرفوار زون بتاعي. وبذلك يبقى انا هيك تخلصت من مشكله تاع الشيء وقعدت عندي المكمن بتاعي او الريزرفوار بتاعي نقي 100%. ويبقى هيك انا نقدر نحسب، نحدد ونحسب منه حتى ال الاشياء الاخرى هنا البروستي والريزستيفتي، يبقى انا عرفت ان وين انا بالضبط اقدر ناخذ القراءه بتاع اللوج بتاعي. وبالنسبه للقراءات يعني كم قراءه انا ممكن انا نقدر ناخذها، فهي تعتمد على دقه الشخص. ممكن انا ناخذ قراءه هنا وقراءه هنا، هذه قراءه الجامري لوج، ممكن ناخذ قراءه هنا وقراءه هنا وقراءه هنا وقراءه هنا وقراءه هنا، وبعدين ناخذ الافرج متوسط بتاعهم ونجي بعدين خششهم باش نحسبهم في الـ 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 في الجامري لوج بتاعنا. وبهيك نكونوا كملنا محاضرة اليوم اللي كانت هي بعنوان Lithology Log and its application في تحديد الـ determination للـ reservoir rock بتاعنا.